بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في الدرس العاشر. طبعا المرجع المفيد في الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي، الدولة المرينية، إبداع حضاري. أهداف تعلماتي: أتعرف ظروف نشأة الدولة المرينية ومراحل تطورها، طبعا ظروف النشأة ومراحل ديال التطور ديالها. أدرس بعض مظاهر إبداع المريني، العمارة المدرسية نموذجا، أكتشف تقليد المريني يعني إحياء ليلة عيد المولد النبوي الشريف. أمهد لتعلماتي خلال رحلة دراسية نظمتها مؤسستنا التعليمية إلى فاس لتعرف مآثر المغرب التاريخية. توقفنا أمام مدرسة مغربية قديمة ما تزال قائمة تشهد على التطور المغربي المعماري. فما الدولة التي شيدتها وما مكانتها الحضارية في المغرب؟ نعم، إذن نبدأ بالنشاط الأول، أتعرف ظروف نشأة الدولة المرينية ومراحل تطورها. إذن ظروف نشأة الدولة ومراحل التطور ديالها. نعم، لدينا خريطة عنوانها أو موضوعها تفكيك الدولة الموحدية وقيام المرينيين. إذن لكي ساعدنا على قراءة هذا هو طبعا المفتاح. إذن المفتاح سيكون هنا هذا اللون، هذا المغرب الأقصى في عهد المرينيين. لاحظوا هنا دولة بني عبد الواد، نعم نعم. ثم عندنا دولة الحفصيين، هنا طبعا اللون الأخضر مملكة غرناطة بن الأحمر. لاحظوا غرناطة، دولة بني عبد الواد، ثم هنا دولة الحفصيين طبعا في طبعا هنا تونس، هنا في الجزائر حاليا. هنا حملات المرينيين لتوحيد المغرب الأقصى. لاحظوا الحملات ديال المرينيين طبعا مجموعة من الحملات، نعم، إلى الجنوب طبعا إلى الشرق. ثم طبعا حملات المرينيين في الأندلس والمغرب، هي حملات في الأندلس نعم، وطبعا المغرب الأوسط وإفريقيا، نعم هو المغرب الأوسط وإفريقيا. وهذه حملات لتوحيد المغرب الأقصى، هنا كانت حملات لتوحيد المغرب الأقصى، وحملات طبعا ديال المغرب الأوسط وإفريقيا، وكذلك إلى في الشمال لغرناطة. مجال نفوذ الموحدين في مرحلة الأوج. لاحظوا الدولة الموحدية طبعا كانت فين وصلت طبعا إلى أقصى طبعا امتدادها، هنا في شمالا إلى الأندلس، طبعا هنا في الشرق المغرب الأقصى إلى إفريقيا إلى تونس، ثم الجنوب هنايا الى طبعا المغرب الاقصى وحتى الجنوب. هذه مهمه بزاف، هذه العلامه النجمه هذه هزيمه العقاب وبدايه تراجع الموحدين. نعم ها هي المعركه، كانت معركه العقاب التي انهزم فيها الموحدون، وهنا بدايه تراجع ديالهم. هنا اتجاه حملات المماليك المسيحيه، حروب الاسترداد اتجاه حملات المماليك المسيحيه، نعم حملات المسيحيه طبعا البرتغال، نجد هنا قشتالة. الموطن الأول لبني مرين وحملاتهم، لاحظوا بالأخضر هنا طبعا، إذا في زناتة هنايا، هنا الموقف في النجمة الخضراء، هنا انطلقوا طبعا المرينيين من بعد الحملات ديالهم الأولى. نمر للأسئلة، أتعرف موضوع الخريطة، إذا ما هو موضوع الخريطة؟ ها هو هنا تفكيك الدولة الموحدية وقيام المرينيين. نجيب، إذا السؤال الأول هو تفكيك، نعم تفكيك الدولة الموحدية، نعم وقيام المرابطين وقيام المرينيين وقيام المرينيين، نعم. إذا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني معه، وأتبين حدود الإمبراطورية الموحدية. نعم، إذا جينا في الشمال وصلت إلى الأندلس، في الشمال إلى الأندلس، نعم شرقا، لاحظوا شرقا وصلت الدولة، هي الدولة الحديرة، إلى المغرب الأوسط وإلى إفريقيا، شرقا حتى إلى إفريقيا طبعا مرورا مرورا بالمغرب الأوسط، مرورا بالمغرب الأوسط، نعم نرسين بالمغرب الأوسط. ثم طبعا جنوبا الى طبعا جنوبا الى جنوب المغرب، جنوبا
نجد جنوب المغرب. نعم طبعا الى طبعا النول. استخرج الحدث التاريخي الذي شكل بداية تراجع وتفكك الدولة الموحدية وتاريخها. نعم اذا بداية تراجع وتفكك الدولة الموحدية فالحدث هو هذه معركة عقاد، معركة العقاد. نعم الحدث هو معركة العقاد. اذا تاريخها التاريخ سنبحث عليه طبعا في المعجم، تاريخ سأبحث عنه في المعجم. اذا كما قلنا في معركة طبعا العقاد الهزيمة تما، التاريخ هو 609 هجرية حسب المعجم، 1212 ميلادية، في عهد الخليفة محمد الناصر. في عهد الخليفة محمد الناصر طبعا وقعت في الأندلس، هي أنا في الأندلس في عهد محمد الغال. إذن معركة العقاب الهزيمة التي تلقاها الموحدون طبعا كانت بداية تفكك وانحلال الدولة الموحدية. أذكر الدول التي ظهرت في الغرب الإسلامي بعد تفكك الدولة الموحدية. نعم طبعا هذه الدولة بان المغرب طبعا الأقصى، بان المغرب الأقصى اللي هو المغرب طبعا، ثم المغرب الأوسط، المغرب الأوسط، ثم إفريقية اللي هي تونس، إفريقية اللي هي تونس. هذه الدول اللي بانتها هي المغرب الأقصى طبعا بعد هذا، ثم دولة بني عبد الواد، دولة بني عبد الواد، المغرب الأوسط اللي هو دولة بني عبد الواد، دولة بني عبد الواد اللي هي المغرب الأوسط، ثم اللي بالأخضر هنا دولة الحفصيين اللي هي في تونس، دولة الحفصيين. إلا قلنا دولة الحفصيين هي إفريقيا هي تونس، ثم دولة بني عبد الواد اللي هي طبعا المغرب الأوسط، وثم طبعا المغرب الأقصى. إذا هذه الدول التي ظهرت طبعا في الغرب الإسلامي بعد تفكك الدولة الموحدية. أحدد هنا أحدد موطن نعم انطلاق بني مرين، إذا وأعرف بهم من المعجم ثم أتبين مراحل توحيد المغرب الأقصى تحت تنفيذهم. إذا موطن ديال المريني هي موطن الأول لبني مرين من مرين وحملاتهم. نعم هنا طبعا من زناتة وسنرى ذلك في المعجم طبعا، ثم تبين مراحل توحيد المغرب الأقصى تحت نفوذهم. نعم الآن سأذهب إلى إذا ها هما طبعا بنو مرين، بنو مرين ها هما هم المرينيون، أصلهم رحال ينتمون إلى قبائل زناتا الأمازيغية، تولوا حكم المغرب طبعا بعد الموحدين من 1244 ميلادية إلى 1465 طبعا ميلادي. إذا الوثيقة الثانية، وفي المغرب الأقصى ابتدأ الانحلال الموحدي 1215 ميلادية، وانعدم الأمن في الطرقات، وامتنع عامة الشعب عن أداء الضرائب، ورافق هذا غلاء، هذا غلاء ومجاعات، اجتاحت المغرب والأندلس، كما أن عددا من المدن انتابها الخراب، أصابها الخراب. أقرأ الوثيقة نص وثيقة إدمان وأستعين بخلفة ثم استخرج طبعا تاريخ بداية الانحلال. هيا عندنا تاريخ بداية الانحلال سأكتبه هنا. إذا تاريخ بداية الانحلال هي 1215 ميلادية، 1215 ميلادية هاي 1215. وطبعا أسباب سقوط الدول الموحدية هي طبعا ابتداءها إذا انعدام بين الحوايج، انعدام الامن في الطرقات، اذا مابقاش انعدام الامن في الطرقات، ثم امتناع عامة الشعب عن اداء الضرائب، الامتناع عن اداء الضرائب، الامتناع عن اداء الضرائب، يبقى افلاس الدولة، ثم غلاء، حصل واحد الغلاء في المعيشة، مجاعات، طبعا اجتاحت المغرب وثم خراب أصاب بعض المدن، خراب بعض المدن. إذا من بين هذه الأسباب التي طبعا، وهناك طبعا أسباب أخرى، هو معركة الهزام،
دي مهمة، انهزام الموحدين في الموحدين، انهزام الموحدين في معركة عقاب. نعم، انهزام الموحدين في معركة العقاب، هي بين قوسين العقاب. إذن انهزام الموحدين في معركة العقاب هذه أسباب أدت إلى طبعا سقوط الدولة الموحدية. نعم، الآن سنمر إلى النشاط الثاني. ها هو كما ترون تقول لنا أدرس بعض مظاهر إبداع المريني العمارة المدرسية نموذجا. نعم، لاحظوا أهم المعالم العمرانية، المدارس المرينية هي مدرسة العطاي معروفة طبعا بفاس، ثم اللي بناها أبو يوسف يعقوب 1250-1300، أبو سعيد عثمان الثاني اللي مدرسة العطارين طبعا هذه بتازة هنا بفاس، هذه معروفة بزاف ديال أبو سعيد عثمان الثاني ل 1310-1330، وكذلك أبو الحسن علي الذي بنى مجموعة مدارس بكل من تازة وسلا وطنجة وسبتة وأزمور وأسافي ومرابش والقصر الكبير، عندكم هذا الجول. ثم أبو عنان المريني فارس 1348-1358 السلطان الذي بنى المدرسة البوعنانية المعروفة بفاس، أبو عنان لذا سميت على اسمه مدرسة البوعنانية. أتعرف المنشآت المعمارية التي حظيت باهتمام المرينيين، إذا المنشآت هي المدارس، منشآت شنو هما؟ المدارس، جيد، المدارس، المدارس. أستخرج أسماء المدارس المرينية المشهورة، كاينة مدرسة العطارين مثلا فاس، مدرسة العطارين طبعا فاس، ومدرسة المدرسة البوعنانية، المدرسة البوعنانية هي بفاس، المدرسة البوعنانية بفاس. نستخرج هذوما اللي مشهورين بزاف وأسماء أسسوها. إذا هذه أبو سعيد العثماني بالنسبة للولانية، ها هو أبو سعيد عثمان الثاني، نقولوها أبو سعيد عثمان الثاني، وبالنسبة للمدرسة البوعنانية أبو عنان فارس، أبو عنان فارس، واضح؟ هاي مدرسة عطاري فارس أبو سعيد عثمان الثاني، وديال البوعنانية أبو عنان فارس، باش ما تاخذناش الوقت. أبرز وظيفة وأهمية المدارس ودلالة تعددها وانتشارها بالمغرب. إذا الدلالة ديال الوظيفة ديالها، معروفة وظيفة ديال المدرسة لحد الآن، مدرسة طبعا وظيفتها التعليم، إذا الوظيفة ديالها وظيفتها التعليم، والدلالة ديال أن كاين مجموعة ثم ودلالة تعددها يعني اهتمام الدولة المرينية بالتعليم، إذا وطبعا التعليم والفنون والفن. نعم، دابا الآن سنمر إلى نقراو هذا المعجم، هذا هو مهم لنا، عرفوا مزيان، زيد شوية مزيان. إذا عندنا معركة العقاب، معركة انهزم فيها الموحدون الأندلس سنة 690 هجرية 1212 ميلادية في عهد الخليفة محمد الناصر الموحدي. بنو مرين المرينون أصلهم رحل ينتمون إلى قبائل زناتة الأمازيغية، تولوا حكم المغرب بعد الموحدين من 1240 إلى 1265. الآن سندرس مدرسة مصباحية بفاس، مدرسة مصباحية بفاس 745-1344 ميلادية، أبو الحسن علي بن عثمان. نعم، ثم المدرسة العطارين بفاس، المدرسة العطارين بفاس، نعم، اللي هي طبعا معروفة ديال المؤسس ديال فاس هو أبو سعيد عثمان الثاني. نعم، لاحظوا الأقواس، الابواب طبعا، الخشب طبعا الاستعمال هنا، نلاحظ هنا كذلك الزخارف التي تم استعمالها، ثم هنا الاقواس، ثم هنا الابواب من الخشب، وطبعا هذا النفر. نعم، اذا سنمر الى الاسئله. اذا شاهدنا المدرسه المصباحيه بفاس والمدرسه مدرسه العطارين بفاس. اذكر المعماري الممثلين في كل صوره واحد وجوج والمدينه تجد بهما، واذكر تاريخ بنائها واسم السلطان الذي شيت في عهده. اذا عندنا المدرسه المصباحيه، نعم المدرسه المصباحيه، باش نصبر انا نعم الشاشه، المدرسه المصباحيه طبعا، وهذه المدرسه طبعا
المصباحية أسسها طبعا بفاس أبو الحسن علي. أبو الحسن المؤسس هو أبو الحسن علي طبعا بن عثمان، علي بن عثمان سنة 745 هجرية، 745 هجرية و 1344 ميلادية طبعا بفاس، وجودها بفاس. غنمشيو لمدرسة العطارين بفاس، مدرسة العطارين أو مدرسة العطارين، نعم مدرسة العطارين بفاس أسسها أبو سعيد عثمان، أبو سعيد طبعا عثمان الثاني، عثمان الثاني، وكان سنة 1300 طبعا أبو سعيد العثماني، نعم كذلك هي بفاس، نعم بفاس. ثمر ذلك عندنا هنا استخرج أشكال الهندسة المعمارية في المدرسة المصباحية. إذا رجعنا المدرسة المعمارية، أعتذر المدرسة المعمارية هي قلنا استخرجوا طبعا هنا، نلاحظ وجود أقواس، نلاحظ وجود أعمدة طبعا متينة وصلبة، نلاحظ وجود طبعا أبواب من الخشب وأقواس، نعم. إذا مختار بحيرة قال لك تما السؤال، واحد السؤال عندنا قال لك استنتجوا مختلفة، هي مختلفة الحرف طبعا التي كانت آنذاك، ها هو السؤال، استنتجوا مختلف الحرف. إذا مادام كاين عندنا الأبواب من الخشب، كاين عندنا طبعا النجارة، طبعا عندنا الصبارة، طبعا عندنا البناء، ثم وغيرها. دابا غنمشيو للنشاط الموالي، هو النشاط الثالث، تيقول لنا اكتشف تقليدا مرينيا طبعا لاحياء ليله عيد المولد النبوي. حنا بقى الان عندنا كان اول من احتفل بالمولد النبوي من بني مرين هو يعقوب بن عبد الحق المريني، يعقوب بن عبد الحق المريني، فاقام ليله المولد بفاس طبعا، ثم ابنه يوسف جمهور يوسف 1215، وبهذا صار يوم الثاني عشر من ربيع الاول عيدا مولديا عاما للمغرب، نعم. استخلص المناسبة الدينية التي تحدث عن النص، نعم هي عيد المولد النبوي، عيد المولد النبوي الشريف طبعا، في المصطلح النبوي الشريف. استخلص سنة وتاريخ الاحتفال بهذه المناسبة، نعم قام طبعا تكون 1214، علاش؟ لأن ولده ثم ابنه يوسف 1215، بمعنى هو قام بها 1214. هنا عندنا ثم ابنه يوسف سنة 1215، إذا ابنه يوسف قام بها سنة 1215، وبهذا صار هذا اليوم يوم 12 عيدا مولدين، نعم. أسمي السلطان للتعود على إقامتها. كان أول من احتفل هذا فأقام، نعم هو يعقوب بن عبد الحق المريني، يعقوب بن عبد الحق المريني، يعقوب بن عبد الحق المريني هو اللي بدا هذا، ثم جاء من وراه ابن يوسف. نعم هنا نمر إلى النشاط الموالي، هو كان هذا السلطان يستعد بألوان المطاعم والحلويات وأنواع الطيب والبخور مع إظهار الزينة والتعنق في إعداد المجالس، حتى إذا حلت الليلة وأدى السلطان صلاة المغرب قصد إلى مجلسه في مكان الاحتفال، حيث يستدعى الناس للجلوس حسب مراتبهم، ثم يقدم الطعام، يتلوه من الفواكه الطرية ما يجد في إبانه، ثم الكعك والحلويات وأحيانا ألطاف السكر. أصف مظاهر الاحتفال بهذا الذكرى الدينية والطريقة التي كانت تتم بها. إذا المظاهر كتشلى طبعا في وجود طبعا ألوان المطاعيم، الحلويات، أنواع الطيب، طبعا نعم هذو مظاهر الاحتفال، وجود المطاعيم، ألوان المطاعيم، الحلويات، هذا قبل ما نقيدوهم. نعم الزينة، التعنق، طبعا حتى إذا حلت الليلة أتى السلطان، نعم هذه الطريقة يعني إذا حلت الليلة
خاصة نور صلاة المغرب قصد إلى مجلسه طبعا ثم يسد على الناس في جلوس حسب مراتبهم المرتبة ديال الكل. إذا الوصف كيف ذلك؟ يقدم الطعام بعده فواكه طرية ما يجمل ثم الكعك والحلويات وأخيرا أرطاف السكر. إذا هذه أحسب المدة الزمنية التي حافظ فيها المغاربة حتى بعيد المولد. إذا المدة الزمنية التي حافظ فيها المغاربة حتى يعني منذ ذاك الزمان من منذ بداية الاحتفال بعد إلى الآن لا زلنا نحتفل بهذه طبعا المناسبة. أشرح كيف يتم احتفال بعيد المولد بالجماعة والجهة التي أنتمي إليها. طبعا لا يزال الاحتفال طبعا بإعداد الحلويات والمطاعم وعندنا كذلك هنا المطاعم يعني المطاعم والحلويات عدد المطاعم الحلويات ثم عندنا الأمداح في المساجد الأمداح وقراءة القرآن في المساجد ثم الملابس شراء الملابس للأطفال كأنما طبعا عيد من الأعياد ملابس هذه هي بعض الحوايج الفعاليات في جهة ديالنا. هناك المطاعم إحضار الألوان للمطاعم الحلويات الأمداح في المساجد قراءة القرآن شراء الملابس للأطفال. نعم.